جايين في حلقة جديدة من برنامج سفرتنا معاكم إيهاب بن رجب. إن شاء الله اليوم حنقدم لكم وصفات سهلة وبسيطة. اليوم اخترت لكم حوالي 4 وصفات. طبعا من المعتاد دائما العائلات الليبية في من العائلات تكون عبارة عن فطورها شربة وبعض من النقانق أو بعض من الحاجات الرقيقة. فاليوم اخترت لكم وصفات سهلة وفي نفس الوقت بنحاول إني بنوفر الجهد والوقت لربة المنزل وساعات طويلة وقوف في المطبخ. فأنا اختصرت لكم الموضوع، حنقدم لكم وصفات بسيطة جدا. أول وصفة حتكون عندي شربة حتعجبكم بإذن الله، هي حتكون عندي شربة الدجاج المكمور. نشوفوا مع بعض المكونات. شوربة الدجاج المكمور: 200 جرام صدر دجاج، بصلة مفرومة ناعم، علبة حمص، 1 جزر، 2 ملعقة كبيرة معجون طماطم، 1 فلفل حار، 4 ملعقة كبيرة زيت، ربع كوب شربة لسان العصفور، 2 ملعقة كبيرة كسبر أخضر، 1 ملعقة كبيرة كسبر حبوب، ملعقة كبيرة بزار، ملعقة كبيرة ملح، ملعقة صغيرة حرارات أو قرفة، 1 لتر من الماء. هذه هي طبعا المكونات اللي عندي مشاهدين الكرام. طبعا أول خطوة حنديرها، أنا حنسخن التنجرة قبلها بوقت وحنشتغل. أول شيء خليني ناخذ الزيت، حنحتاج لحوالي 4 ملاعق كبيرة من الزيت. طبعا زيت نباتي أو زيت زيتون المتوفر عندكم مشاهدينا. طبعا أول خطوة حنزلها، حنزل على الزيت بعد ما سخن عندي هنا، حنزل البصل، عندي هنا ملعقة كبيرة من الكسبر الحبوب. طبعا الكسبر الحبوب يجي بهذا الشكل، حيعطي طعم لطيف جدا مع الشوربة. حنحط هنا حوالي ملعقة كبيرة، حنحطهم زي ما هم الحبوب، حنقليهم وبعدين مش هتحسوا بيهم في الشربة، بيكونوا واضحات. مجرد فقط حيعطوني طعم رائع جدا للشوربة عندنا هنا. حنزل توا هنا الدجاج، حنخلي الدجاج يتشوح مع البصل والكزبر. دائما ربة المنزل تحير في انواع الشربات اللي بتقدمها لافراد اسرتها، فانا اليوم اخترت لكم وصفة شوربة رائعة جدا وطعمها حيكون لطيف وحيعجب جميع افراد العائلة. بس مجرد ما حسيت ان الدجاج بدا يتغير لونه، وانا طبعا ما عنديش كمية كبيرة من الدجاج، يعني كلها 200 جرام فقط من الدجاج، ولكن حتعطيني تنجرة شربة رائعة جدا. حنزل عليهم الجزر، المكعبات. ممكن على فكرة تبشروا لو تحبوا، مثلا تحبوش هيك مثلا طعمة الجزر. حنزل البهارات اللي عندي، حنزل اول شيء الملح، وحنزل الفلفل الاسود، كذلك الحرارات أو القرفة المتوفرة عندكم. وعندي البزار أو الكركم. طبعا البزار مخلط والكركم يجي صافي. بس حطيت وانا هنا تشكيلة البهارات اللي عندي، حنقلبها مع الدجاج. حنزل الفلفل الحار، طبعا اختياري، انا مش مستخدم هنا في وصفتي فلفل احمر بودره، يعني معتمد فقط على الفلفل الحار اللي عندنا هنا.
عندي علبة حمص طبعاً بحكم أنا شربتي مش باللحم يعني بالدجاج فمش هتاخذ وقت، فأنا اختصرت الموضوع واستخدمت علبة حمص الجاهزة. هنزلها على الدجاج بهذا الشكل. عندي كزبر أخضر وحنضيفها في المرحلة هي حوالي 2 ملعقة كبيرة. تو هنا حنسيب الخليط هذا حنغطيه وحنخليه حوالي 5 دقائق على نار متوسطة لين يطلع ميته، وهذا ما يقصد به المكمور يعني بين الدجاج مع الخضرة هي اللي تطلع ميتها. حنغطيه وبعدها نشوفه تكملة الخطوات. رجعنا لكم مشاهدينا، طبعا خلينا نشوفوا هنا الشربة كيف طلعت السائل. زي ما شايفين عندي هنا طلعت كل السائل طلع من الدجاج وكذلك الخضرة زي ما شايفين هنا. تو هنا حنزود عليهم حوالي 2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم. وعندي حوالي لتر من المية. طبعا لتر لتر ونص، انتم هنا بعدين بتشوفوا القوام الشربة متاعكم. مجرد ما بنقلب توا كل المكونات مع بعضها، معجون الطماطم مع السائل اللي طلع من الدجاج والخضرة. حنغطيها وحنخليها حوالي ممكن 40 دقيقة حتكون عندي جاهزة. حنزل عليها شربة لسان العصفور حوالي ربع كوب أو أي نوع شربة حباب، ممكن تستخدموا حتى تشيشة، ممكن تستخدموا شربة شعير، يعني ممكن شعيرية، يعني أنتم مش تحبوا. حنخليها زي ما قلنا حوالي 40 دقيقة لما يكون عندي إجاج طاب وكذلك النكهات طابت. احنا حنمشي البريك بسيط وحنرجع لكم باش نديروا الوصفه اللي بعدها اللي هي كفته الجزر مع البطاطا. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين باش نكمل مع بعض ثاني وصفه عندنا لحلقتنا اليوم اللي هي كفته الجزر مع البطاطا. وصفه اقتصاديه والاهم من هيك مش هتاخذ منا اي جهد في المطبخ. نشوف مع بعض المكونات. كفته البطاطا مع الجزر، 2 حبه بطاطا مسلوقه، 3 جزر مبشور، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة حرارات، 2 ملعقة كبيرة جبن شيدر، كوب خبز مرحية، زيت للقلي. هذه هي طبعا وصفتنا لليوم. طبعا أنا عندي هنا البطاطا، أنا أخذت زوز حبات بطاطا طبختهم بقشرتهم، أهم شيء بالقشرة متاعهم مش ميمصوش هلبا مي وتبدأ عندي لو مثلا قطعتها. في بعض من الوصفات لما تكون عندي مثلا زي وصفة بطاطا بيوريه نقطع البطاطا، لكن لو نبي ندير كفتة أو بندير مثلا أي نوع من الوصفات هي فلازم البطاطا تكون عندي بقشرتها باش ما تشربش هلبة من المية. تكون عندي مية فيها قطر شوية ملح، حط فيها البطاطا، خليها لين البطاطا تطيب. طبعا اختبار البطاطا لما تطيب مجرد ما ناخذ سكين ونحطها في البطاطا تخش بكل سهولة، يعني البطاطا عندي طابت. نطلعها، حاول نقشرها وهي دافية، وبعدها نهرسها بالهراسة اليدوية أو بالماشين لين تبدأ عندي البطاطا بهذا الشكل. أنا طبعا مع البطاطا حنحط الجزر المبشور. طبعا أنا كتبت في الوصفة هذه اختيارية لو بتديروها، ولكن حتعطي طعم لطيف. لو تحبوا تديروها، ما تحبوش ممكن تستغنوا عليها. ربع بصلة مبشورة حنحطها معهم، ولكن ممكن تستغنوا عليها البصلة ولكن حتعطيني طعم لطيف. عندي هنا زوز ملعقة كبيرة من الجبن الشيدر، وعندي البهارات
بالنسبة للبهارات طبعا البهارات عندي سهلات، مش يعني ما عنديش كمية كبيرة من البهارات. عندي شوية فلفل أسود، حوالي ملعقة من الفلفل الأسود، وكذلك نبي الحرارات أو قرفة. أنا اليوم حنستخدم حرارات، تمام. حنحط حوالي ملعقة صغيرة من الحرارات، هم اللي حيفوحوا لي الكفتة عندنا هنا. وطبعا أكيد ما نستغنوش على الملح، حنحط الملح. بعد ما حطينا الملح عندنا هنا، طبعا حنستخدم ايدي، مجرد ما نبي نخلط المكونات كلها مع بعضها. مش حنحط بيض، انا نبي العجينة تكون عندي يعني مش سائلة، لا نبيها تكون يعني كأنها عجينة. بعدها انا ممكن ناخذ قطعة او حبة من الكفتة ونديرها مثلا على شكل صوابع بهذا الشكل اللطيف زي ما شايفين عندي هنا. خليه ممكن نجيب صحن ونحط فيه شكل الصوابع، يعني ممكن نديروها على شكل صوابع، ممكن نديروها على شكل دائري، هذا الشيء اكيد يرجع لكم. يعني وصفة اقتصادية جدا وطعمها رائع ولطيف ومفيدة في نفس الوقت. حنشكل كمية من العجينة عندنا هنا، بعدين من غير أي بيض من غير أي شيء حناخدها حنحطها في الخبزة المرحية بهذا الشكل. ممكن ناخذ واحدة ثانية، يعني كي ندحر شوكة بسيطة في الخبزة المرحية. ممكن مثلا ناخذ أصابع الكفتة عندي ونحطها في زيت غزير بهذا الشكل عندنا هنا. يعني وانا عندي كلها طايب، يعني ما فيش ان حاجه يعني مش مستويه او هيك، يا دوبك فقط تاخذ لون تحميره بسيطه جدا. حتكون عندي الاصابع صارت جاهزه، يعني ممكن مجرد ما يعني هيك نعطوها فقط يعني لون ذهبي لطيف، حتكون عندي الاصابع بتاع الكفته جاهزين. خلنا ناخذ واحدة ثانية عندنا هنا، يعني الشغل فيها سهل، مجرد هيك نعطوها الشكل هذا اللطيف الصبع هذا، نحطها في الخبز المرحية. بكل بساطة نحطها على الزيت عندي، طبعا أنا عندي هنا في قطعة استوت، ممكن ناخذ منديل حتى ياخذ الزيت الزائد عندي في الكفتة. حط ورقة منديل بهذا الشكل، حنحط أصابع الكفتة عندي في فوطة المطبخ أو المنديل عندي هنا. حنستمروا في تطبيق الكمية، زي ما شايفين هذا هو عندي شكل صبع الكفتة. حنستمروا هنا في تكفية الكمية كلها، بعدها حنرجع لكم. طبعا مشاهدينا الكرام انا هنا كملت كل الكمية اللي عندي متاع الكفتة، وهذا هو شكلها النهائي عندنا هنا. طبعا نحب نقول لكم ان الكفتة هي تتقدم دافية، يعني ممكن بعد ما نكمل الكمية وقت المعازيم لما يجوا او افراد الاسره ممكن نسخنوها لقطه بسيطه في الفرن، حتكون عندي جاهزه.
لازم شايفين يعني كيف متماسكة عندنا هنا وطعمها رائع جدا وحتعجب أفراد العائلة ويعني وصفة يعني ممكن تكون بسيطة ولكن رائعة بامتياز. كذلك الناس الفيجيتيريان أو الناس النباتية حينبسطوا من الوصفة هي. طبعا أنا هنا عندي الشربح تهي المرقة متاعها استوت. ممكن توانا هنا بكل بساطة خليني نحط الشربة الحب متاع لسان العصفور وحنحطه معهم. هذه اختيارية لو تحبوا مثلا شوية نعناع يابس حنحطها هيك معهم. حنغطيها وحنخليها حوالي 10 دقائق وأيضا حتكون هي جاهزة. يعني في خلال 10 دقائق حتكون عندي جاهزة. أنا هيك تو كملت وصفتين. حنغرف توانا الشربة في طبق التقديم. طبعا أكيد كل فرد أو كل شخص من أفراد العائلة أو كل بيت عنده كي طبق خاص بي. أنا نحب دائما تكون عمادة الإفطار تكون كي تنجرة فخار هيك تكون محطوطة على السفرة أو على الطاولة. حنغرف الشربة هنا حتكون عندي طابة حنحطها في التنجرة هي. حتكون عندي أيضا هي طايبة وبعدها حنرجع لكم باش نديروا مع بعض الطبق الثالث لحلقتنا اليوم اللي هو البوريك باللحم مع البطاطا. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين. أنا عندي الشربة هنا طابت. خليني فقط نغرف الشربة عندي هنا في طبق التقديم. لازم شايفين هنا عندي الشربة كيف رائعة. مجرد ما نبي ناخد توا فقط الشربة عندي هنا أو ممكن خليني نحطها كلها مع بعضها. طبعا خلينا نحطها الشربة عندي هنا. طبعا هذه اختياري لو تحبوا مثلا نضيفوا شوية نعناع مو فوق. أنا خلينا نحط هيك شوية نعناع على أساس حيعطيني طعم رائع جدا وفي نفس الوقت هيك يزيد يفوح الشربة. خلينا نحط الملعقة بالشكل هذا. وهذه كانت شربتنا بتاع الدجاج المكمورة. إن شاء الله تكون عجبتكم. وصفة سهلة وبسيطة والأحسن من هيك إنها مش هتاخذ منا أي وقت في التحضير. ويعني زي ما أنتم تعرفوا دائما الوصفات يعني دائما اختاروا الوصفات اللي ما تاخدش منها جهد في المطبخ. يعني نحاولوا إن قدر المستطاع خصوصا مع الفصل النو يعني والحرارة المطبخ فدائما نحب الوصفات اللي تكون على ربة المنزل تكون سهلة وبسيطة. اخترت لكم وصفتي الأولى اللي كانت حلقتنا اليوم هي شربة الدجاج المكمور. توا حنبدأ بالوصفة الثانية اللي هي بوريك اللحم البطاطا. نشوف مع بعض المكونات. بوريك اللحم مع البطاطا نحتاج إلى 1 كيس من البوريك، 1 حبة بطاطا صغيرة مسلوقة، 200 جرام من اللحم المفروم، 1 بيضة، ربع كوب معدنوس، ملح، فلفل أسود. نحتاج لي ملعقة صغيرة من الحرارات، ملعقة صغيرة من البزار، ملعقة صغيرة من معجون الطماطم، ونحتاج زيت للقلي وحوالي ملعقة كبيرة من الخبزة المرحية. طبعا هذه هي مكونات البوريك عندي لليوم. طبعا أكيد كل شخص عندك محل معين ياخذ منه في البوريك. جيبوا طبعا البوريك الجاهز، ممكن حتى ممكن تديروه في البيت، لكن اليوم أنا استخدمت الجاهز. هنا عندي حوالي 200 جرام اللحم مفروم. أنا هنا استخدمت 400 جرام لأني حناخذ من نفس الحشوة هي للطبق الثاني اللي عندنا اليوم. دائما نحاول أني في خصوصا في شهر رمضان المبارك بنفس المكونات من نفس العوالة نديروا كذا وصفة. طبعا أول حاجة أنا حناخذ هنا كمية من الزيت. حنحط هنا كمية من الزيت وعساس إن هنا لما بنحط هنا الزيت حنبدأ بالتشويح. حنشوح البصل
بعد ما هنا ما هيك حطينا البصل عندنا هنا تشويحة هيك بسيطة. حناخد اللحم المفروم، أنا عندي 400 جرام زي ما اتفقنا، لأن حناخد منه جزئية من الطبق الثاني اللي عندنا. أنا حنزل الملح، حط شوية ملح، كذلك عندي الفلفل الأسود، حنحط الفلفل الأسود، وعندي الأحرارات، وكذلك عندي البزار. يعني هنا بالنسبة للبهارات دائما كل شخص يعني عندك بهارات معينة يحبها، فأكيد ما عندكمش يعني هنا عيار معين أو عندكم مثلا أنواع معينة من البهارات، شو أنتم تحبوا البهارات بتضيفوا للحم. عندي هنا ملعقة صغيرة من معجون طماطم، الفكرة في المعجون طماطم هنا حيخلي لي اللحم لونه أحمر محمر، وحيعطيني طعم لطيف للوصفتين، للوصفة البوريك والوصفة اللي بعدها. فأنا فقط من مجرد ما هيك بنقلب اللحم مع البهارات مع البصل مع معجون الطماطم، كلها هيك تقلب مع بعضها. أنا عندي هنا اللحم على وشك إنه يستوي، حنجيب بولة، وطبعاً بالنسبة للبولة أنا حنجيب هنا بولة حنحط فيها بطاطا مسلوقة، يعني هنا بطاطا نكون طبخها قبل تكون حجم صغير وهارسها. حنحط هنا البطاطا بالشكل هذا، حنحط على البطاطا جبنة شيدر مبشورة، حنحط المعدنوس، المعدنوس مش مفروم ناعم، مفروم هيك شوية خشن. عندي بيضة، عندي حوالي ملعقة كبيرة من الخبز المرحية. البهارات مش هنحط هنا بهارات، لأن عندي تشكيلة من البهارات اللي عندي هنا في اللحم، فأنا فقط حنعتمد على البهارات الموجودة في اللحم عندي هنا. أنا أول وصفة هي حناخد من اللحم شوية على الحشوة هنا، وهذا حنستخدمه في غير وصفة، حتكون وصفة متتالية بعدها. هنا توا بعد ما حطينا الخليط هذا كله مع بعضه حنقلبه، وبحرارة اللحم حيدوب لي الجبنة الشيدر اللي ضفناها. حنحرك بالشكل هذا كل الخليط يتقلب مع بعضه. الحشوة هي لطيفة جدا، مش فقط حتى في البوريك، ممكن حتى لو بديروا خبزة محشية، ممكن لو بديروا سمبوسك، يعني الحشوة هي رائعة. والحلو في الموضوع ان انا من نفس الحم اللي عندي هنا حندير بيه كم وصفة، يعني دائما الست في البيت تكون حايرة شو بتدير حاجات رقيقة في شهر رمضان. اليوم احنا بكل بساطة بنفس الحشوة او بنفس اللحم حنديره غير وصفة، وحتكون يعني مش يعني حيكونوا بعاد على بعضهم الوصفات. كذلك البطاطا انا استخدمت كفتة الجزر مع البطاطا من نفس البطاطا المسلوقة، اخذت منها شوية وحطيتها مع الحشوة البوريك عندنا هنا. هنا بعد مجرد ما قلبت توا كل المكونات عندي، خلينا نجيب جوانتي. دائما الشغل بالجوانتي يساعدني اكثر ويخليني نشتغل باريحيه.
خلينا نجيب منديل هنا. تو هنا مشاهدينا الكرام حنبدا بالشغل. الشغل سهل وبسيط ومش محتاج اي شيء صعب. كل حنحتاجه فقط حنجيب الكيس البوريك عندي هنا، يكون من مصدر موثوق، يعني ما يكونش من نوعيه اللي تلصق او من نوعيه اللي انا دائما البوريك بتصير لنا يعني حاجات زي هيك، فانا دائما ناخذ هيك بوريك من مصدر موثوق. حناخذ ورقه، ممكن نفتح بالشكل هذا، خلينا ناخذ هيك نفتح هيك الورقات الاول بالاول. بعدين نبدا نسلك بالورقة عندي هنا، عندي ورقة تمام، هنجيب ورقة تانية. طبعا ممكن لو حسيتوا في نوع بوريك بشت معاكم لقيتوها كويسة ممكن تاخذوا منها كمية تحطوها في الفريز، ما يصير لها أي شيء. فقط لكن قبل ما تشتغلوا بالبوريك طلعوا لمدة حوالي ساعة لين يبدأ بدرجة حرارة الغرفة، وحيكون عندكم بوريك كأنه طازة. لازم يمكن نتأكد أن نحل الأوراق كلهم مع بعضهم بس بعدين تكون خطوات الشغل لطيفة. هنا ممكن أنتم هنا تحبوا تكبروا الورقة، يعني بتخلوا الورقة على كبرها ممكن، أو ممكن لو مثلا تحبوا الورقة تكون على النص، يعني هذا الشيء يرجع لكم. أنا شخصيا أحب البوريك يكون حجمه كبير شوية، فحنخلي الورقة على كبرها. حناخذ كمية من الحشو عندي يعني هنا وحنحطها بهذا الشكل. ولكن حنخلي مسافة، يعني حتكون في مسافة عندي من الجناب، مجرد ما نلف حتكون عندي الورقة بهذا الشكل. هذا حجم كبير. تحبوا مثلا تصغروا ممكن بكل بساطة، حنجيب مثلا ورقة من أي ورقة من هما، وممكن نقسمها على اثنين. بعدين ممكن ناخذ كمية أصغر حتكون من الحشوة، بحيث اني انا صغرت من الورقة ونلفها بهذا الشكل. هنا ولت عندي الورقة اصغر. لو او ارق، لو تبوا مازال الورقة اصغر، وهذا طبعا انا عادة حتى في البيت يكون مطلوب اكتر لما يكون افراد الاسرة اكبر، فتنقسم على ثلث ارباع يعني على ربع، ولكن هنا حتكون الحشوة مازال أصغر وحتنحط بهذا الشكل. يعني اليوم حبيت نديلكم جميع الأحجام وحيلف بالشكل هذا زي ما انتم شايفين عندي هنا. طبعا أكيد عندكم الحرية التامة في أي مقاس انتم تحبوه انتم افراد عائلتكم، في لو تحبوا مثلا الاكبر المتوسط او السمول الاصغر. طبعا لو كانوا هيك في عندك وقت اكثر لربة البيت ويعني باديه في فطورك بكري، فممكن الحجم الصغير حيكون يسليك في الشغل. ولكن لو كنت مستعجله فممكن بكل بساطه ديري الحجم الكبير او الاصغر منه. هلا حنمشي لفاصل بعد ما نكون كملت كل الكمية. اليوم حنختار الحجم الكبير وبعدها حنرجع لكم بس نقلوا مع بعض البوريك. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين طبعا بس نكملوا مع بعض حلقتنا لليوم. طبعا حلقتنا اليوم كانت كلها حاجات رقيقة. طبعا البوريك هنا قليتها وحطيتها تحت كرينكس بعد ما حمرتها بس يشرب الزيت الزايد،
بعدين قدمتها بهذا الشكل. طبعا يتقدم سخن. خلينا نشوفه مع بعض الحشو كيف شكله من الداخل. يعني ممكن فقط قسمة بسيطة. شايفين كيف هنا عندي الحشو، يعني البطاطا مع الكيمة مع الجبنة، يعني شكلها لطيف جدا. هذه كانت وصفتي الثالثة لحلقتنا اليوم، اللي هو البوريك مع البطاطا واللحم. أنا طبعا هنخلي البوريك على جنب باش نكمله مع بعض وصفتنا الثانية اللي هي البيتزا المكسيكية. نشوف مع بعض المكونات. البيتزا المكسيكية، العجينة 1 بيضة، كوب حليب، ملح، فلفل أسود، ظرف بيكنج باودر، 2 ملعقة كبيرة زيت، دقيق ما يعجن، الحشو، كيمة، بطاطا مكعبات، نصف كوب زيتون، كوب جبن شيدر، فلفل أحمر حار. طبعا مشاهدين الكرام، أنا دقيق ما يعجن في الوصفة، يعني مش عنديش أنا عيار معين. العجينة أول حاجة، طبعا هذه الوصفة البيتزا هي سريعة جدا، يعني الناس اللي بتديرك أو تدور على وصفة بيتزا سريعة ننصحكم بالبيتزا المكسيكية، هي لأنها فعلا مش محتاجة وقت نهائيا. أول حاجة هنحط هنا البيضة، هنحط عليها حوالي زوز ملعقة كبيرة من الزيت، هننزل مكي بشوية الزيت، حوالي زوز ملعقة كبيرة. طبعا نحتاج نحط لهم ملح وفلفل أسود، لازم نحطهم على البيضة مباشرة باش أي زنخة أو أي زفار يتنحى. هنحط هنا الملح، كذلك الفلفل الأسود، حطيك شوية فلفل أسود، هنقلبهم مع بعض، هنحط عليهم كوب من الحليب، هنحط عليهم البيكنج باودر، هنقلبهم مع بعضهم. عندي هنا كمية دقيق، ما عنديش عيار معين، لكن حننزله، يعني نبي قوام العجينة يكون شوية سايل. زي ما تعرفوا كل نوعية دقيق تختلف، فحنحط بالتدريج. خليني نقلب شوية. هذا هو القوام اللي نبيه بالضبط، تكون العجينة سائلة بهذا الشكل. هنحي الوسك. هنجيب هنا أي طاجين عندكم، أنا مستخدم الطاجين هذا. طبعا الكمية دي اللي كمية محترمة، يعني طاجين بهذا الشكل. هناخد العجينة، وطبعا دائما البيتزا المكسيكية تكون رقيقة، يعني كل ما كانت أرق كل ما كانت أحسن. هناخد توا العجينة اللي درناها مع بعضنا، هننزلها على الصينية بهذا الشكل. تكون طبعا الطاجين دهنينه بزيت ودقيق. هنوزع العجينة على الطاجين بهذا الشكل. وزعناها بهذا الشكل. طبعا في حالة ما تبيش توزع معكم أو كانت العجينة شوية سميكة، ممكن بطرف إيدكم تبلوها بمية بعدين توزعوا العجينة بحيث تغطي لي القاع بهذا الشكل. توا هنا لابد ما بناخذ جوانتي، عندي اي نوع كيمه عندكم في البيت، لو كنتم دايرين مبطن في الفطور، لو ممكن دايرين مثلا خبزه بالمفروم، او ممكن دايرين صفيحه، او زي اليوم درنا مثلا احنا البوريك بتاع البطاطا وخدينا من اللحم. حناخذ اي كيمه تكون طايبه، طبعا ناخذ الكيمه الطايبه هي، وحنوزعها على العجينة اللي عندي. هننزل
الكيمة بهذا الشكل، وانتم اكيد تفوحوا كيمتكم على حسب ما انتم تحبوا. هنزل الكيمة، بعد ما نزلناها بنحاول بيش نوصل الأطراف بحيث هيك تكون كل الأطراف باينة العجينة متاعهم. بعدين نبي نكبس بهذا الشكل على العجينة بأطراف أصابع بهذا الشكل، بحكم نبي العجينة تكون مكبوسة فيها اللحم. عندنا هنا تو هنا عندي بطاطا مكعبات مقلية أو مطبوخة ممكن طيبة، هنحط البطاطا المكعبات عليها بهذا الشكل. طبعا بحكم مكسيكان واكيد من الحد حيكون موجود، هنحط فلفل احمر حار. وعندي زيتون اسود. يعني بيتزا سريعة جدا، ما فيش أسرع من هيك. حندخلها على الفرن على درجة حرارة 190 من فوق من اللوطة لين تحمر. لما قريب الطيب خلاص حنحط عليها حوالي عندي هنا كوب من الجبن الشيدر أو موزاريلا، أنتم مش تحبوا لك مش هنحطها في المرحلة هي. أنا عندي كل شيء طيب، مجرد ما بفخض نطيب العجينة باش نبي الجبنة تقعد هيك يعني قاعد محافظة على الصفارة متاعها. حندخل البيتزا عندي هنا في الفرن، هتقعد من فوق ومن اللوطة. هنحطها لك احنا اوطى حاجة في الفرن من اللوطة، يعني هنحطها في القاعدة من تحت. بعد ما قريب الطيب هرش عليها جبنة وحنرجع لكم باش نقدموها مع بعضنا. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين الكرام لاخر فقرة عندنا اليوم اللي هي ختام حلقتنا. طبعا انبسطت جدا بالوصفات اللي قدمتها لكم وتسليت معاكم، ان شاء الله ايضا انتم تكونوا حبيتوا الوصفات. أول وصفة نحب نذكركم فيها اللي هي شربة الدجاج المكمور، استخدمنا فيها طبعا الجزر، استخدمنا فيها الدجاج، استخدمنا فيها شربة لسان العصفور طبعا، وفيها كزبر حب، يعني وصفة رائعة جدا. تاني وصفة درنا الكفتة البطاطا مع الجزر. طبعا انتم شايفين هنا حبات الكفتة كيف عندي شكلهم لطيف وطعمهم خفيف جدا، طبعا وصفة رائعة خصوصا حتى الناس الفيجيتيريان أو الناس النباتية هيحبوا الوصفة. تاني وصفة عندنا اللي هو البوريك البطاطا مع اللحم، طبعا احنا درنا البوريك بالحجم هذا، وطبعا درت لكم أكثر من حجم، أنتم تحبوا تختاروا الحجم المناسب لأفراد العائلة. طبعا طعمه مقرمش ورائع، ممكن حتى قبل ما نقلوه ممكن حتى نحطوه في الفرن، يعني مش شرط أن نقلوه، لو نحبوا ننقصه شوية من الدسم يتماشى ايضا في الفرن مع مسحه بسيطه من زيت الزيتون. اما اخر وصفه قدمتها لكم هي البيتزا المكسيكيه، طبعا عجينه سهله وبسيطه، يعني عجينه مش محتاجه اي جهد، يعني مش حتى حتخمر، يعني عجينه سريعه. انا حنقص مثلث قدامكم حتى تشوفوا البيتزا كيف عندي، يعني عجينتها خفيفة جدا حتعجب أفراد العائلة. أنتم شايفين كيف عندي مستوية هنا من تحت وشكلها رائع ولطيف جدا، يعني حتتقدم سخنة يفضل. إن شاء الله تكونوا حبيتوا وصفتنا لليوم وانبسطتوا معنا. نحب نشوفكم إن شاء الله في حلقات جديدة مميزة من برنامج سفرتنا خلال شهر رمضان المبارك. نتلاقوا على خيرة الله إن شاء الله.